كان في اتفاق على تسريب زواجكم إعلاميا بطريقة مرتبة ولا جاء بطريقة ثانية؟ لا خربوه علي. كنت حاجزة حفلة ودنيا وسبرايز حق خربوه علي. خربوه بمعنى؟ بمعنى اللي حصل في الميديا. كان أنا عندي يوم التسريب اللي صار. التسريب اللي صار صار قبل وقته. أنا كنت مسوية شغل وكنت بأعلن في كنا في الطوفان في اللوكيشن نفسه اللوكيشن. فكنت مسوية نظام العربانة اللي فيها ورد وكيكة وإقنية باسمي تسجلت زفة حقي أنا وشهاب إن بدخل اللوكيشن العربانة خلي الناس كلها تتفاجأ. وبعدين؟ بعدين صارت السالفة اللي بالميديا اللي التسريب اللي كان قبل وقلت خربوا علي كنسلنا كل شيء. طيب لما تسرب ليش ما تسرب الموضوع؟ ليش ما احتفلتوا؟ لا بعدين احتفلنا بس بروحنا قلنا خلاص ما نذبح بعدين خلاص. إذا ما كان مدبر. لا نهائيا يعني. أنت شفت اللي حصل وين التدبير؟ والدليل على ذلك علي إذا تلاحظ رغم كل الغوغاء اللي حصل والمتطفلين والناس اللي يعني اللي حشر خشمه والدخل إذا تلاحظ يعني راجع السوشيال ميديا كلها والميديا كلها ترى ما طلعنا حتى استغلينا الموضوع نتكلم فيه يعني نهائيا. أنا ما تطرقت لليوم